يلا محمد يا سعيد ابدأ كده. بسم الله. ما ركز معك. ليست حسابية. ليه؟ شوف كده. نطرح 12 ناقص 3 9. طب 27 ناقص 12 هيدينا ايه؟ 15. 15 اختلفت. طيب اختلفت. وين ليست يا جماعه؟ ليست حسابي. طب اشوف هي هندسيه ولا لا؟ نعمل ايه يا شباب؟ اختبرنا الحسابيه بالايه؟ بالطرح. نضرب معاك. نقسم يا فيصل، نقسم يا فيصل، نقسم. نقسم في الهندسيه، نقسم الثاني على الاول والثالث على الثالث. وعليك السلام وبركاتك. الثاني يا جماعه 12 اسم الثلاثه بيساوي 4. طيب الثالث 27 اسم 12 هل يعطينا 4؟ اختصروا كده، على 3 فيها 9 هتبقى 4، 9 على 4 يا جماعه يعني طلع ب 2 وربع، 2.25%. طبعا ده غير ده صح؟ ليست ايه يا جماعه برضه؟ ليست هندسيه. صح يا فيصل؟ يبقى اقول له هنا دي طيب نوعها، اقول له بس غير ذلك، غير ذلك يا جماعه. نوع ثاني غير حسابيه والهندسيه. واضح؟ طيب واحدة كمان يا جماعة. واحدة كمان أذكركم بس بيها قبل الدرس. ناخد كده رقم إيه؟ نقول 27. 27 يلا. واحد. السلام عليكم. وعليك السلام وبركاته. سالب 5. سالب 80. يلا يا جماعة. واحد سالب 2 سالب 5 سالب 8. هل هي حسابية أم هندسية أم غير ذلك؟ نختبر أول حاجة يا فيصل. أول شيء كانت حسابية. اطرح كده معايا. يلا اطرح الثاني ناقص الأول. هيبقى سالب 2 سالب 2 ناقص لا ناقص 1 بس، الواحد موجب. سالب 3 الواحد موجب أصلا. ادينا سالب 3 صح يا محمد. سالب 3. طب واللي بعده؟ سالب 5 ناقص ناقص كام؟ 2. سالب وراها سالب ايه يا جماعه؟ اخليها زائد. موجب. سالب 5 زائد 2 يعطينا برضه يا شباب سالب 3. سالب. وسالب 8 ناقص ناقص 5 عن زائد 5 برضه بسالب ايه يا جماعه؟ 3. يبقى هي دي ايه؟ قول عليها حسابيه، لان اساسها ثابت. حسابيه اهي اساسها كام؟ سالب 3. بمعنى ثاني يا جماعه ان انا كل مره بجمع سالب 3 او سالب 3 سالب 3 من هنا يا شباب برضه سالب 3. ماشي يا شباب؟ نجمع كل مره ايه؟ سالب 3. لحظه بس يا استاذ محمد الله يهديك بتاع الاحياء. درس الاحياء ما يعرفش يشرح لما يعلي صوته ويسمع الناس كلها. طيب نتكلم مع القانون العام، وده احنا خدناها قبل كده في سنه ايه؟ ثانيه متوسطه. تتذكروا ثانيه متوسطه يا شباب؟ ازاي اجيب اي حد قيمه اي حد في المجتمع الحسابي يا شباب؟ بقانون عام. حد فاكره يا جماعه؟ طبعا ما حدش فاكره. يقول لي هنا القانون بيقول ايه يا جماعه؟ ايه ان احنا قلنا قبل كده يا شباب المجتمع عباره عن ايه؟ الحد الاول نسميه ايه؟ واحد، ايه اثنين، ايه ثلاثه. لو هي يا شباب منتهيه، لو هي منتهيه يعني اخرها حد موجود اسميه ايه؟ ان مثلا. ان ده اي عدد، الحد ده 14 ال 20 الحد ال 50 زي ما تكون مثلا ايا كانت. تمام؟ فبقول لي هنا الايه ان اجيبه ازاي؟ ان بقى اي رقم. لو قال لك مثلا هات الحد الثالث فعايز ده احط ان بثلاثة. طيب شوف كده ان بتساوي ايه؟ ايه واحد زائد ان ناقص واحد دي. طيب نتعرف كده الاول الايه واحد دي يا جماعه اللي هي مين؟ ايه واحد الحد الاول. طيب والدي ايه هي دي يا شباب؟ ها الدي هي الاساس، مقدار الزياده اللي عندي. الزياده ده السؤال اللي فات، ده السؤال اللي فات كان ايه؟ كان سالب 3 هي الزياده، يبقى دي بسالب 3. طب والان يا شباب؟ ان ده هو مين؟ ترتيب الحد. ترتيب الحد الحد الخامس الرابع الثاني زي كده يا شباب، اللي هو الرقم تحت ده. شوف اثنين مثلا ده ان هنا باثنين ان بثلاثه هنا.
ان كان بقى اي رقم حسب ما تيجي يا جماعه. واضحه يا شباب؟ استاذ اتفضل يا فيصل. طب الدي هي اي وحده؟ الدي هو الاساس، هو الاساس اللي عندي يا فيصل. يعني مثلا هديك مثال اهو، اللي هو العدد اللي مدار الزياده، الزياده اللي عندي هيبان بالمثال احسن. بالمثال هتشوف كل حاجه. شفت انا المثال بقول لك ايه؟ عندي متتابعه يا جماعه 9 16 23 30 الى ما لا نهايه. متتابعه يا جماعه ده غير غير ايه؟ غير منتهيه. طب ايه السؤال اللي عندي؟ قول لي اوجد الحد الثاني عشر. اوجد الحد الثاني عشر، يعني عايز ايه يا شباب؟ عايز ايه؟ 12. الحد اللي ترتيبه 12 يا شباب، شوف ده؟ ده الحد ايه واحد اهو، الحد الاول. الحد الثاني اللي هو 16. الحد الثالث 23. الحد الرابع 30، اللي هو ايه 4. عايز ايه 12 بكام؟ في حلين يا جماعه تعطيني الحل. اما استعمل طريقه الابتداء اللي هو بتاع النمط، وبعد اعمل جدول وازود كل مره. ازود كل مره اشوف الزياده قد ايه، احسب الزياده دي كام، كل مره ازودها. طبعا مش هتقول الكلام ده، ممكن اطلب منك مثلا هات لي الحد ال 50، هات لي الحد رقم 101 مثلا. ما ينفعش نحسب ده كله، لازم ايه يا شباب؟ قانون يحسب لي اي حد انا عايزه، قيمه اي حد اللي قلناها من شويه اهو. اكتبه تاني، اقول له هنا ايه؟ ايه ان بتساوي ايه واحد الحد الاول زائد ان ناقص واحد دي. هو عايز مني الحد ال 12، اقول له ايه 12 بتساوي ايه واحد، ايه واحد بكام يا شباب؟ بكام ايه واحد؟ الحد الاول اهو 9 زائد ان ناقص واحد، ان يعني 12 ناقص واحد في الدي. الدي بكام؟ عايز احسب الدي. قلنا دي اللي هي مين؟ الاساس، مقدار الزياده او النقصان اللي عندي يا جماعه. مطرح الزاويه هو الاساس، الدي بتساوي في جنب كده، الله هنا احسن، بتساوي 16 ناقص 9. اطرح الاثنين من بعض، الثاني ناقص الاول او الثالث ناقص الثالث، هيديني كام؟ 7. يبقى الدي ب 7 يا جماعه، هضرب هنا اهو، هضرب في 7. يبقى الحد ال 12 يساوي 9 زائد 12 ناقص 1 11، 11 في 7 يبقى 9 زائد 77 بيساوي 6 وايه؟ و80. واضحه يا جماعه؟ عرفنا يعني ايه دي؟ معناها ايه يا شباب؟ قلنا الاساس اللي هو مقدار الزياده، ال A1 الحد اللي هو الاول، ال N ترتيب الحد، ان هو الترتيب. طبعا مش كل مره يا جماعه هعمل كده، ده اول مره بس، بعد كده اعملها من نفسك. هنا 12 يبقى هنا 11 على طول، نقص واحد مره واحده. الحد الخامس انقص واحد يبقى هنا 4، وهكذا يا شباب. طب نشوف كده من امثله برضه، بيقول لك هنا ايه؟ اوجد الحد ال 20. ركز كده معايا يا شباب، الحد ال 20. بس اداني هنا يا جماعه ما ادانيش متتابعه. اداني معلومات بس. اداني عنها معلومات. قال لك ايه مثلا؟ قال لك الحد الاول يساوي 15، هو اللي اداهوني. والدي اللي هو الاساس يساوي سالب 8. جايب لي الحاجات دي كلها، وطالب مني ايه؟ اوجد الـ A 20. اعرف اشاور بيها؟ اقدرش. هنعوض بس في القانون، انا محتاج ايه في القانون؟ محتاج ايه غير الدي والايه كمان؟ ها؟ والحد الاولاني. اول حد والاساس. تمام؟ اجيب اللي انا عايزه. اقول له انا الـ A N، اكتبه كل مره عشان ما انساهوش، بتساوي A 1. N ناقص 1 في الدي. طيب الـ A 1 معانا؟ معانا على طول 15. زائد N ناقص 1، انا عايز اجيب الحد كام يا شباب؟ الحد ال 20 صح؟ يبقى ان ناقص 1 20 ناقص 1 بكام؟ 20 ناقص 1 ها؟ 19 في الدي بسالب 8، سالب 8. الناس لسه نايمه ولا يا شباب؟ لسه نايمين. يلا 15 هنا هيبقى سالب يا شباب. ال 9 في 8 72، و 8 في 1 ب 8، و 7 15 يا جماعه. 15 اهو، يبقى سالب 152 ناقص كام؟ هدينا كام يا شباب؟ احنا عندي بالسالب طبعا. 12 ناقص 5 7، 4 ناقص 1 3،
137 يا جماعه بس بالسالب، سالب 137. واضحه يا شباب؟ في حد مش فاهم؟ ها، طلب مني هنا المتابعه الحد ال 20 واعتني المعطيات، اعتني الحد الاول واعتني الدين، وده اللي انت محتاجه في اي مساله عشان تجيب اي حد يا جماعه. ده اللي انت محتاجه، محتاج الدين ومحتاج الحد الاولاني. حوضنا في القانون اهو، القانون العام بتاعنا يا جماعه بتاع المتابعه الحسابيه، عايز نركز فيه عشان لسه في قانون ثاني المتابعه الهندسيه، وفي قانون او اثنين كمان لمجموع المتابعه الحسابيه ومجموع المتابعه الهندسيه يا جماعه، منها برضه منتهيه قانون وغير منتهيه قانون. فنحفظ الحاجات دي ونركز فيها كويس. وده احنا خدناها قبل كده، الميزه المتابعه الحسابيه اخدتوها قبل كده في المتوسط، فهتلاقي الناس فاكراها كان بيتكتب ازاي، بيقول لك مثلا الف الف نون بتساوي الف واحد زائد نون ناقص واحد في د. كان بيتكتب بالنظام بالعربي يا جماعه في السنه الثانيه المتوسط. ماشي يا شباب؟ سامعيني يا جماعه ولا مش سامعين؟ يا شباب معانا؟ فيصل، محمد سعيد، عمر، ايوه معاك يا استاذ. انتوا فطرتوا يا جماعه ولا لسه؟ فطرتوا يا شباب ولا لسه؟ في حد جالس معانا ما فطر لسه؟ شكلكم لسه ما فطرتوش. يلا يا جماعه يلا. شوف قانون تاني، السؤال اللي جاي يا جماعه سؤال غريب شويه، سؤال غريب، ليه غريب؟ بيقول لي اوجد ايه ان. ده المطلوب يا جماعه، اوجد الاي ان نفسه. طب واداني معلومات ايه؟ قال لك هنا يا شباب اهو الاي واحد اللي هو الحد الاولاني بسالب اربعه. طب وايه كمان؟ الدي بكام؟ الدي بتساوي ها؟ سته، مقدار الزياده عندي يا جماعه بسته. وقال لي ترتيب الحد اللي هو ان، يعني ان بتساوي تسعه. يعني عايز الحد كام يا شباب؟ عايز الحد كام؟ ها؟ حط مكان ان تسعه، يبقى عايز الحد التاسع. عايز هنا الحد التاسع، ايه؟ تسعه. تسعه هي المجهوله. ماشي يا شباب، بس هو حد بيحطها كده بشكل مختلف، قال لك يوجد ان، علما بان الان بتساوي ايه؟ تسعه. يلا يا جماعه مين يحل معايا؟ مين يحل؟ يلا يا قصي. القانون العام بيقول ايه يا جماعه؟ ها؟ ان بتساوي؟ ايه بس؟ اتفضل يا بطل. ان بتساوي ايه؟ فاكر القانون؟ الثاني من الاول. ايه واحد ها؟ زائد ايوه ناقص ان ناقص واحد في مين؟ في الاساس. في الاساس. يلا يا عمر يا قصي. ايه واحد اللي هو مين؟ اربعه سالب اربعه زائد. انا عايز الحد الكام؟ التاسع. ايه تسعه صح؟ تسعة ناقص واحد ثمانية، يبقى ثمانية مضروبة في الدي اللي هي ستة. دي ستة يبقى سالب أربعة زي ما هي. ثمانية في ستة، ثمانية في ستة ثمانية في طرح أربعة بيدينا أربعة وإيه؟ وأربعين. يبقى يا جماعة الحد التاسع من الطبعة دي يا جماعة قيمته 44. ممكن واحد يحب يتأكد من الكلام ده، عادي جدا اكتب الحد الأولاني وزود كل مرة ستة، شوف هيجي معاك كام الحد التاسع. مثلا الحد الاول عندك اهو، ولتكن الحد الاول بايه؟ سالب اربعه. زود كده سته مثلا عليه كمان، كلامنا مش صح. سالب اربعه وسته هيدينا ايه؟ اثنين، وسته يبقى ثمانيه، وسته 14، وسته يبقى كام يا شباب؟ 20. 20 وسته كام؟ يعني وهكذا يعني 26، 26 وكمان سته، 2 و 30 و6 38 و6 كام يا شباب؟ 4 44. وهو ده الحد كام يا شباب؟ التاسع تقريبا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صح يا جماعه. دي بقى طبعا بعملها بس ايه؟ هتاكد من الحل صح، طالما العدد قليل 9 10 اقدر اجيبها بسهوله، ممكن اتاكد من الحل، اتاكد ان الحل صح بس مش اكتر. اذا في وقت عندك في الاختبار طيب خلاص. طيب يا شباب، ساعات يطلب منك بس ايه؟ اكتب الحد النوني بس يا شباب، يديك معادله ولا هو الحد النوني ليها، بحيث يكون شكل اسهل شويه من الشكل ده. بيديك هو بيانات يا شباب، بيقول لك ايه؟ وجد الحد الايه؟ النوني بس. تعمل ايه؟ يعني بيقول لك اهو مثلا عندي معادله
أو متتابعة أصلاً، عندي متتابعة الحد الأول فيها خمسة حسابية طبعاً، سالب 13 سالب 31 إلى ما لا نهاية. والسؤال عندك إيه؟ اكتب الحد النوني أو متتابعة الحد الإيه؟ اكتب صيغة للحد النوني يا جماعة بالبيانات دي. أعمل إيه؟ أعوض عارف الصيغة اللي عندي اللي هي عندي، هقول له أول حاجة الـ A1 بتساوي 5. طب والدي؟ الدي بكام يا شباب؟ حد يعرف يجيب الدي بالنظر كده؟ الدي بكام؟ موجب 13 ناقص 5 اطرح سالب 18 صح يا محمد؟ سالب 18 ايه يا جماعة؟ طرحت الثاني ناقص الأول يا جماعة سالب 18. طيب هعوض بين جبت أنا محتاج أكثر من كده مش أكثر من كده، محتاج الدي ومحتاج الحد الأول أساس والحد الأول بس. اكتب القانون العام بتاعنا. القانون العام بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه إن بتساوي إيه واحد زائد إن ناقص واحد في الدي. أعوض بس أعوض، يبقى الـ AN هو عايز محتاج مني صيغة للـ AN نفسها بس خاصة بالمتتابعة دي يا جماعة. A1 5 إن مجهولة طبعا، إن يا جماعة مجهولة في الـ D اللي هي سالب 18. هستعمل حاسية التوزيع يا شباب، أضرب 18 دي هنا مرة في الـ1 ومرة في الـ N وأجمع بس المتشابه، يبقى الـ AN بتساوي 5 زي ما هي. سالب 18 ضرب ان بسالب 18 ان، سالب 18 ضرب سالب 1 بموجب 18. اهي يا جماعه 18 موجب و5 موجب بدينا 3 وايه 23 ناقص 18 ان ايه. طيب ماشي 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 يا شباب، يبقى ان بتساوي ايه يا شباب؟ 23 ناقص 18 ان. اسمي دول ايه يا جماعه؟ صيغه للحد النوني بس خاصه بمين؟ خاصه فقط بالمتتابعه دي يا جماعه، خاصه بدي بس مش التبعه دي بس. ماشي يا شباب؟ يعني يجيب لك ساعتها متتابعه يقول لك ايه؟ اوجد صيغه للحد النوني للمتتابعه دي واديك معلومات اهي. قال لك اداك الحد الاول واداك الايه؟ تعرف تجيب تطرح ده ناقص ده او ده ناقص ده تجيب الدي. تعوض في القانون العام بتاعنا بتاع اي متتابع يا شباب اللي هو ده وتبسطه. هتفك بس اضرب قيمه الدي اللي هي 18 مره في واحد ومره في اثنين، جمع المتشابه تحصل في الاخر اللي عليه شباب على الحد صيغه على الحد النون. ماشي يا شباب؟ طب واحده كمان زيها، واحده كمان هنا يا شباب ما اعطانيش متتابعه لكن بيعطيني بيانات او معلومات عن المتتابعه. أنا محتاج إيه في المتتابعة؟ محتاج الحد الأول ومحتاج الأساس. جبت دول هشتغل زي ما أنا عايز، أجيب أي حد، أجيب أي حاجة عايزها. واضح؟ طب هنا بقول لك إيه رقم بي؟ بقول لك الـ A5 حاجة جديدة دي. A5 ركز كده معايا يا شباب. قال لك الـ A5 بيساوي 19. وإدينا الـ D كمان. الـ D بتساوي 6. ركزوا هنا يا شباب. طبعا لو انا اعطاني الحد الاول هشتغل على طول، لكن هي اعطاني حاجه غريبه شويه، غير شويه ده الحد الخامس. اعمل ايه يا جماعه؟ حد عنده فكره؟ انا محتاج اجيب مين؟ محتاج الحد الاول اللي هو الاي واحد عشان اعوض فيه في القانون العام يا شباب. لو بقول لي ايه القانون العام؟ بيقول لك اي ان تساوي اي واحد زائد ان ناقص واحد في الدي. محتاج الدي موجود اهو، محتاج اي واحد لسه عشان ده المطلوب. بس هو هنا اعطاني ايه؟ اعطاني الحد الخامس. ماشي يا شباب؟ الحد الخامس. اعمل ايه؟ اعوض بالحد الخامس هنا. هتلاقي عندك ان موجوده بخمسه والدي موجوده بايه؟ بسته، يبقى المعادله كلها معلومه ما عدا مين؟ ايه واحد اجيبه. تبقى معادله يا جماعه اهي في حد متغير واحد بس اللي هو الايه واحد. نجرب كده الايه خمسه اللي هو 19 هتساوي ايه واحد مجهول مطلوب انا عايزه. ان ناقص واحد يا جماعه ليه مين؟ قلنا الحد الخامس. يبقى خمسه ناقص واحد اربعه. في الدي اللي هي سته. يبقى 19 بتساوي ايه واحد زائد اربعه في سته باربعه وايه؟
24 4 في 6 دي 6 يا جماعه دي ها 6 24 تروح الطرف الثاني باشاره مخالفه سالب 24 يبقى الاي 1 بتساوي 19 ناقص 24 19 ناقص سالب 5 هيدينا كام يا شباب سالب كام 5 لا استنى هي موجب استنى دي موجب صح موجب صح انا اللي غلطان يبقى سالب ايه سالب 5 يا جماعه دي اللي هو الحد الاولاني كده اشتغل عادي اهو انا محتاج الحد الاول جبته خلاص ومحتاج الدي موجوده اهي اجيب هنا مين الحد النوني براحته حد النوني اهو قول لي اي ان هتساوي اي 1 سالب 5 زائد ان ناقص 1 اهي يا جماعه زي ما هي في الدي اللي هي 6 نفس الطريقة هعمل ايه؟ بالتوزيع اضرب 6 مرة في 1 و6 مرة في ان واوصل المسألة بس يبقى الـ ان بتساوي سالب 5 6 في ان بموجب 6 ان 6 في سالب 1 بسالب ايه؟ 6 طب سالب 6 وسالب 5 سالب 11 يبقى الـ ان بتساوي سالب 11 زائد 6 ايه؟ ان اهي حضرتك ماشي يا شباب عرفنا يا جماعه ازاي بيجيب الحد النوني يا جماعه ولا صعبه عرفناها طب كيف تيجي في الاختبار يا شباب تيجي بنفس الاسلوب كده بالظبط نفس الاسلوب اختيارات اديك المعلومه بس دي معلومات دي يا جماعه اديها لك زي كده بيقول لك اوجد الحد النوني واديك ايه خيارات اكثر من واحده هنا زي دي كده هيبدل فيها يا شباب هيبدل في دي مثلا يخلي دي 12 يخليها موجب 11 مره يخلي هنا 6 وهنا سالب 11 يبدلهم يعني وتختار الصح فلازم تحل المساله يعني ما تعتقد سؤال اختياري ان هو هيجي لك المباشر وخلاص لا لازم هي المساله تتحل مساله يا جماعه وتتحل ومعاك وقتك في الاختبار طبعا معانا وقتين طب واحد كان زيها يا جماعه بالظبط زي ده بالظبط يا شباب عشان نثبت بس معلومه يقول لك هنا ايه ايه 6 بتساوي 12 الحد السادس قيمته 12 والدال الاساس دي بتساوي 8 الاساس برضه بيساوي 8 قال لي اوجد مين الحد النوني صيغه للحد النوني ها محتاج عشان اجيب الحد النوني يا جماعه محتاج ايه يا حضرات عشان اجيب الحد النوني ايه 1 زائد محتاج الدي موجود معانا والاي 1 مش موجود الاي 1 اجيبه منين يا حضرات اجيبه منين؟ من الحد السادس ده هو. الحد السادس اطبق في جماعه الحد السادس هنا ومنها هتحصل على معادله كلها معلومه ما عدا الحد الاول اجيبه يلا معايا كده يلا يبقى الحد السادس ب 12 احط مكانه 12 يا جماعه هتساوي ايه واحد مجهول لان انا عايزه ان ناقص واحد هو اللي حد ال 12 ناقص واحد ان يبقى 12 ناقص واحد ادينا ايه؟ 11 ضرب دي اللي هي 8 يبقى يا جماعه عندي 12 هتساوي ايه 1 زائد 8 وايه؟ و80 وديها الطرف الثاني باشاره مخالفه يبقى الايه 1 هتساوي ايه؟ 12 ناقص 8 و80 هتساوي كام يا جماعه؟ 8 ناقص 2 ده 6 8 ناقص 1 7 6 وايه يا جماعه؟ 76 واضح كده يا شباب؟ طيب جبت الحد الاول اهو اقدر اعوض بقى يا جماعه اجيب الحد النوني ايوه خلاص هنا اعوض هنا يا جماعه في الاول اقول هنا ال a ان بتساوي a 1 اللي هو سالب 76 سالب 76 زائد ان ناقص 1 ما اعرفهاش لسه دي في دي اللي هو كام؟ 8 جبت الخطوه ده خلاص مش محتاج اكتر من كده هتعمل ايه؟ هستعمل التوزيع اضرب مره في الواحد ومره في ال واجمع وابسط بس يبقى الـ A N بتساوي سالب 76 زائد 8 في N بـ 8 إيه؟ بـ 8 في 1 بـ 8 طيب سالب 76 سالب 8 بسالب 84 يبقى بتساوي أهو سالب 84 زائد 8 إيه؟ N ماشي يا شباب ده اللي هو الإيه؟ صيغة الحد النوني المطلوب يا جماعة صيغة الحد يا جماعة النوني واضحة يا شباب
لساننا يا جماعه في الدرس ده هو اكتر من فكره. الفكره اللي جايه اسمها ايه؟ الاوساط الحسابيه، ازاي اجيب اوساط حسابيه يا شباب. الفكره اللي بعدها اجيب ازاي مجموع مشتبه حسابيه، ازاي احسب يا جماعه مجموع مشتبه حسابيه. دي بحسبها اكتر من طريقه، ليه اكتر من طريقه، تمام؟ حسب ما يجي لي كل مساله. دي المره الجايه ان شاء الله نتعرف عليها باذن الله. النهارده بس نتكلم عن ايه؟ الفكره اللي ناقصه اللي هي مجموع مسلسله حسابيه، قصدي معلش الوسط الحسابي. الوسط الحسابي يا شباب، يعني لما اقول لك كده مثلا، يعني ايه وسط حسابي يا شباب؟ يعني عندي متتابعه حسابيه بس فيها ارقام مجهوله مش معروفه، تمام؟ احاول اجيبها احصل عليها. يعني مثلا قال لك ايه؟ اوجد الوسط الحسابي او الوسط الحسابيه اهي. اوجد، ركزوا معايا يا شباب، الاوساط الحسابيه المشتبعه. ادي سبب 8. بعدها قال لك كم علامه استفهام؟ 1 2 3 4 4 استفهام يا شباب. استفهام استفهام والاخيره 22. يلا يا حضرات، عايز اجيب ايه يا شباب؟ عايز اجيب الارقام اللي ناقصه دي، اجيبها ازاي؟ ها، حد عنده فكره يا جماعه؟ الحد الاول موجود معايا اهو، والحد الاخير معايا اللي هو 22. المتابعة ده يا شباب ان بكام؟ ان بكام يا شباب؟ حد عارف؟ يلا عد عد يا فيصل. يلا يا شباب، ان بكام هنا؟ شوف هذا 1 2 3 4 5 6. يبقى عندي يا شباب عندي 6 حدود. يبقى الحد الاول سالب 8 والحد السادس معايا اللي هو 22 اهي يا شباب. اجيب منه مين يا جماعه ده الحد السادس دول؟ الحاجه اللي ناقصه عندي اللي هي الدي، انا عايز اجيب الدي ناقصاني، عندي الحد الاول موجود، تمام؟ اجيب الدي، اذا جبت الدي هعرف الزياده كام كل مره وازودها كل مره يا شباب، كل مره ازودها. واضح؟ فاجيب الاي 6 ده الحد السادس، يبقى الاي 6 بتساوي 22 بيساوي ايه كمان؟ نحطه في القانون، الحد الاول اللي هو سالب 8 زائد هو السادس، يبقى ان ناقص 1 6 ناقص 1 5 في الدي. احل بس يا جماعه المعادله ايه؟ حلتها هتجيب الدي، اودي 5 الطرف الثاني باشاره موجب، يبقى 5 دي بس بتساوي 22 و8 كام؟ 22 زائد 8 30. اقسم على 5 الطرفين يبقى دي بتساوي كام؟ دي هتساوي 6. جبت يا جماعه دي اهو اللي هو مقدار الزياده الاساس. اكمل بقى المعادله، يلا سالب 8 ها زود عليها 6 اديني كام؟ اديني سالب 2 زود 6 هيديني كام؟ سالب 2 لا سالب 8 زائد 6 يا فيصل، سالب 2 سالب 2 زائد 6 موجب كام؟ 4 موجب 4. يلا زائد 6 كمان 10 10 زائد 6 16 16 زائد 6 22 22 هو الحد الاخير يا جماعه. فعلا دي موجود معانا وده موجود معانا. فين الاصل الحسابيه؟ الاصل الحسابيه هي سالب 2 و4 و10 و16 اللي هم دول يا جماعه. واضح يا شباب جبتها ازاي؟ واضح؟ يبقى انا بشوف ايه الموجود في المساله اللي محتاجه زي ما قلت قبل كده. عشان اجيب اي شيء في المساله محتاج الاساس اللي هو الدي، محتاج الحد الاول. بيها بتعرف كل حاجه يا شباب، بجيب كل حاجه. هنا احتاجت الان تعدهم بس. تعدهم. فممكن يا جماعه السؤال ده يجي بشكل مختلف شويه. يجي السؤال ده بشكل مختلف يا جماعه، يقول لك مثلا ايه؟ يديك في السؤال بس يقول لك أوجد أربع أوساط حسابية بين سالب 8 و 22. نفس السؤال كده يا جماعة، ده نفسه بالظبط بس الصيغة مختلفة. أوجد أربع إيه؟ أوساط حسابية بين سالب 8 و 22. هو طلب أربعة وعندي هنا كمان اثنين،
يبقى عندي كم حد يا جماعه كله؟ عندي كم حد؟ 4 و2 كام؟ ها 6. 4 و2 6، يبقى انا عندي كده 6 حدود. يبقى ده هو الـ A 6. اجيبه يا جماعه منه واجيب منه الـ D واشتغل نفس الكلام برضه نفس الطريقه. طب سؤال كده يا جماعه، هو زيه؟ سؤال زيه بالظبط. يقول لك هنا ايه؟ تعق من فهمك، اوجد خمسه اوساط حسابيه بين 36، نمسح بس دي من 4 عشان نخليها 5، نمسح دي كمان. اوجد ايه يا جماعه؟ خمس اوساط حسابيه بين مين ومين؟ سالب 18 و 36. يلا يا عمي، يلا يا شباب، يلا يا حضرات. عايز خمس اوساط، هم كلهم كام يا جماعه؟ كلهم كام مع كام حد؟ ها يلا يا محمد يا سعيد. خمس حدود، هو طالب خمسه. وعندي كام اصلا موجود؟ سته. معايا اثنين اهم، هو طالب مني خمسه صح؟ موجود عندي اثنين، يبقى كلهم كام؟ كلهم يعني باقي ثلاثة؟ كلهم ايه يا محمد؟ سبعة. سبعة صح، سبعة يا جماعة سبعة. الأول أهو سنة 18، سنة 18 طلب مني بينهم ايه؟ خمسة، لأن أهو كمان وهنا 36. بينهم يا جماعة خمس أوساط، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عدهم كلهم كده بقى لهم إيه؟ سبعة أوساط، سبع حدود. يبقى لما يديك يا جماعة اديك الحد الأول والأخير، وقال لك يوجد خمس أوساط، وهم كلهم سبعة، يبقى ده هو الحد السابع. ده إيه سبعة؟ لو قال لك مثلا اديك حدين، وقال لك يوجد مثلا بينهم 10 أوساط حسابية، يبقى هم كلهم 12، 10 زائد الأول والأخير. تمام؟ أفهم من كده الأخير ده إيه كام؟ A7. أطبق قانون يا جماعة، مش بيقول لك هنا الـ AN تساوي A1 زائد N ناقص 1 في الـ D؟ أنا هجيب الحد السابع A7 اللي هو بيساوي 36. طب هيساوي كام بقى؟ A1 سالب 18 زائد N ناقص 1، أنا جايب الحد السابع، يبقى N ب7 ناقص 1 6، 6 D. وحل المعادلة يا جماعة عشان اجيب منها ايه؟ اجيب منها الدي. اودي 18 على الطرف الثاني باشاره موجب، تمام؟ يبقى 6 دي بتساوي 18 زائد 6 بكام يا جماعه؟ قلنا 8 و6 14، يبقى 2 و3 5 54. اقسم على 6 هنا وهنا على 6، يبقى الدي بتساوي موجب كام؟ 9. موجب 9، معلش الدي موجب 9. اعمل ايه يا شباب؟ هزود كل مرة 9. طب عندك اهو اول اسمه سالب 18. اه يلا زود 9 عليه كده. ادينا كام يا شباب؟ ها 18 زائد 9 بالسالب 18 زائد 9، اديني سالب 9. سالب 9. سالب 9. طيب زائد 9 كمان مرة. صفر. صفر. زائد 9 كمان. موجب 9. 9. زائد 9 كمان 18. 18 زائد 9 27. زائد 9 6 وايه؟ 36. المطلوب يا جماعه، يبقى انا عندي كده جبت كام وسط حساب يا شباب؟ اهم اهم خمس اوساط حسابيه يا شباب بين سالب 18 و 36، اللي هم سالب 9 و0 و9 و18 وايه؟ و27. 27 يا جماعه، مش واضحة يا شباب ازاي بجيبها ديت؟ واضح؟ الدروس يا جماعة اللي جاية كلها صدقوني مبنية على بعضها. افهم الدرس ده والدرس اللي فات، اللي جاي هيكون سهل. لا ذاكرت ده ولا ذاكرت اللي فات هتلاقي اللي جاي كله بالنسبة لك صعب، لأن هو جديد بالنسبة لك. ده كله أنت خدت ده قبل كده، كل ده خدته قبل كده. يمكن بس أصلاح حسابية ما خدتها. فاللي جاي كله لسه هيكون بعد كده جديد بالنسبة لك، جديد. مبني كله على ده، تفهم ده الأول تفهم اللي جاي. واضح؟ ان شاء الله بكره يا جماعه ناخد ايه؟ مسلسلات حسابيه اللي هي مجموع المتتابعات. حد عنده سؤال يا شباب؟